بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير رحمه الله: لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم المؤمنون المتقون. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكما تقول الملائكة عليهم السلام للمؤمنين عند الاحتضار، أي عند خروج الروح، في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال السدي رحمه الله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحة، نزلت في أصحاب سلمان الفارسي رضي الله عنه بينه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان رضي الله عنه من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام
حتى جاء عيسى. فلما جاء عيسى عليه السلام كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى عليه السلام فلم يدعها ولم يتبع عيسى عليه السلام كان هالكاً. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى عليه السلام كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمدًا صلى الله عليه وسلم منهم ويترك ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً. فمن تبع نبيه الذي في عصره واتبعه ومات على ذلك فهو على خير، وأما من كفر بمن بعده فقد كفر والعياذ بالله. فقال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن سعيد بن جبير رحمه الله نحو هذا، قلت وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فأنزل الله بعد ذلك: ومن يتبع غير سبيل ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه، فإنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه واتباع دينه واتباع القرآن. فإن هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة، كقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة، قاله قتادة وابن جري رحمهم الله، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران، كنشوان جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. قال الشاعر: نصرانة لم تحنف. فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتمًا للنبيين ورسولًا إلى بني آدم على الإطلاق، فكل من على وجه الأرض مكلف بالإيمان بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به فهو كافرٌ أيًا كان. وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقًّا.
اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى، قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك رحمهم الله. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهوية: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق رحمهم الله: لا بأس بذبائحهم ومنكحتهم. على كل حال، الله تعالى أحل ذبائح أهل الكتاب ومنكحة نسائهم. وأما الصابئون فلم يرد في ذلك شيء. وقال هشيم عن مطرف: كنا عند الحكم ابن عتيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن رحمهم الله ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وهذا شرك، العبادة لله، الملائكة عبيد لا يستحقون شيئا من العباد، فالذي يعبد الملائكة كافر. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن رحمه الله قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية، قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة، مشركون يعبدون الملائكة، الملائكة عبيد لله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة، هذا كفر، ويقرؤون الزبور ويصلون إلى القبلة، فمن عبد غير الله فهو كافر. وكذا قال سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم بكوثا سنبلد، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون من كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. ما زال ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد رحمه الله: الصابئون أهل الدين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله. فالذي لم يؤمن بالنبي هو كافر والعياذ بالله. لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب،
يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه شيء. وحكى القرطبي رحمه الله عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي رحمه الله: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة، هذا كفر. النجوم لا تأثير لها، خلق الله النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون، فمن عبد النجوم فهو كافر. ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطغري رحمه الله بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. واختار فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم، وهذا كفر، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها، كل هذا كفر. قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل عليه السلام رادًا عليهم ومبطلًا لقولهم. فعبادة الكواكب وعبادة النجوم كفر والعياذ بالله. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون، أي يرمون من أسلم بالصابع، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذاك. فالمشركون كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة النبي، والله أعلم. على كل، ما من قوم إلا بعث الله فيهم نبيا، فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وخلص العبادة لله وهو ناجي، ومن لم يفعل ذلك فلا حاجة فلا خير فيه. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذونه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسر بآية الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد رحمهم الله، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: الطور ما أنبت من الجبال، الجبل الذي فيه نبات يسمى طور، وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا، لما أبوا أن يعملوا بما أنزل الله رفع الله عليهم الجبل ليقروا. وقال السدي رحمه الله: فلما أبوا
أن يسجدوا، أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجداً، فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر، فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم. فهم يسجدون كذلك، يعني على جنب، على جنب من الرأس. وذلك قوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور. وقال الحسن رحمه الله في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة. وقال أبو العالية والربيع بن أنس: بقوة، أي بطاعة. وقال مجاهد رحمه الله: بقوة، بعمل بما فيه. وقال قتادة رحمه الله: خذوا ما آتيناكم بقوة، القوة الجد، وإلا قذفته عليكم. قال: فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكم، أي أسقطته عليكم، يعني الجبل. وقال أبو العالية والربيع رحمهم الله: واذكروا ما فيه، يقول: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي توبته عليكم وإرسال النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إليكم، لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل، أي ما نزل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعاً لهم، فتحيَّلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت. فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل، فلم تخلص منها يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، حيث يقول عز وجل، حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت وعملوا الحيل، فمنهم من ربط الحوت وربط وتد خارج البحر وجاء يوم السبت وفك الحبل وأخذه، ومنهم من حفر حفرة قريبة من البحر فسقطت الحيتان في الحفرة فجاءوا يوم السبت وأخرجوها من الحفرة. فلما عملوا الحيل مسخهم الله قردة وخنازير، نعوذ بالله من عذاب الله. فعلينا أن نتقي الله ولا نحلل الحرام ولا نعمل الحيل، بل نجتنب الحرام. وقال السدي رحمه الله: أهل هذه القرية هم أهل أيلة. وكذا قال قتادة رحمه الله، وسنورد أقوال المفسرين هناك من مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين،
قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله، فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. فهذا القول في نظر، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. على كل حال، الله مسخهم قردة وخنازير. ورواه ابن جرير رحمه الله عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمرو الباهلي عن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا سند جيد عن مجاهد، وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالله مسخهم قردة وخنازير حين عملوا الحيل واستحلوا صيد السمك يوم السبت. فعلينا أن نتقي الله ونحذر المحرمات ونحذر الحيل. وقال العوفي في تفسيره رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة الشبان صاروا خنازير، نعوذ بالله من غضب الله. الشبان صاروا قردة والشيوخ صاروا خنازير، نعوذ بالله من غضب الله. وقال شيبان النحوي عن قتادة رحمه الله: فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قرودا تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء، نعوذ بالله من عذاب الله. وقال عطاء الخراساني رحمه الله: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن مصيصة سنبلد، حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا، يعني مسخوا قردة ثم أهلكهم الله. والقردة والخنازير كانوا من قبل، لكن هؤلاء الذين مسخوا هلكوا. ما كان للمسخ نسل، أي ما تناسلوا بعدما مسخوا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام. قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه. فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء، نعوذ بالله من عذاب الله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله في قوله: كونوا قردة خاسئين، قال: يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه رحمهم الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن داود بن الحسين عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة، فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا
إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه، فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره. وكانوا في قرية بين أيلة والطور، ويقال لها مدين، فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها. وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعة، أي الحيتان، إلى ساحل بحرهم، حتى إذا ذهب السبت ذهبنا، فلم يروا حوتًا صغيرًا ولا كبيرًا، حتى إذا كان يوم السبت أتينا شرعًا، حتى إذا ذهب السبت ذهبنا، فكانوا كذلك، حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا أي اشتهوا إلى الحيتان، عمد رجل منهم فأخذ حوتًا سرًا يوم السبت، فخزمه بخيط ثم أرسله في الماء، وأوتد له وتدًا في الساحل فأوثقه ثم تركه، حتى إذا كان الغد جاء فأخذه، أي إني لم أخذه في يوم السبت، ثم انطلق به فأكله، حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك، ووجد الناس ريح الحيتان، فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان، ثم عثروا على صنيع ذلك، الرجل، قال: ففعلوا كما فعل، وصنعوا سرًا زمانًا طويلًا، لم يعجل الله عليهم العقوبة، حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق، فقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويحكم، اتقوا الله، ونهوهم عما يصنعون. فقالت طائفة أخرى: لم تأكل الحيتان، ولم تنهى القوم عما صنعوا، ولم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم لسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم، وفقدوا الناس فلا يرونهم. قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشانا، فانظروا ما هو فيه، فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون في دورهم، فوجدوها مغلقة عليهم، قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردة، وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه، وإنه لقرد، نعوذ بالله، والمرأة بعينها، وإنها لقردة، نعوذ بالله، والصبي بعينه، وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا أهلك الجميع منهم. قال: وهي القرية التي قال الله جل ثناؤه لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وروى الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوًا من هذا، نعوذ بالله من غضب الله. فعلينا أن نعتبر ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال السدي رحمه الله في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: فهم أهل أيلة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت، وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا، لم يبقى في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء. فإذا كان يوم الأحد لزمنا مقل البحر، فلم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت. فذلك قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاشتهى بعضهم السمك، فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرًا إلى البحر، فإذا كان يوم السبت فتح النهر، فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر، فيمكث. فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه، فجعل الرجل يشوي السمك، فيجد جاره ريحه فسأله فيخبره، فيصنع مثل ما صنع جاره،
حتى فشى فيهم أكل السمك، فقال لهم علماءهم: ويحكم، إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم. فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فقال العلماء: لا، ولكنكم صدتموه يوم فتحكم الماء فدخل. قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض: لما تأيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يقول: لما تأيذوهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوك؟ فقال بعضهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدار، ففتح المسلمون بابا وللمعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام، فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطوا تأخروا عليهم، تسور أي اطلع المسلمون عليهم الحائط، فإذا هم قردا يثب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض. فذلك قول الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك حين يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وهم القردة. قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً، بل الصحيح أنه معنوي صوري، أي مسخهم الله قردة وخنازير، والله أعلم. نعوذ بالله من غضب الله. فعلينا أن نعتبر ونتقي الله ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال بعضهم: الضمير في فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير رحمه الله. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالاً، أي عاقبناهم عقوبةً فجعلناها عبرة، كما قال الله تعالى عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نعوذ بالله من عذاب الله. وقوله تعالى: لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد الأقوال. فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: لما بين يديها وما خلفها. قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوفي رحمهم الله: فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها. قال: ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية رحمهم الله: وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسير الآية به وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل أحد من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين
أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان، وهو ما حولها من القرى، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله، والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله: فجعلناها نكالاً لما بين يديها، أي عقوبةً لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والحسن وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله نحو ذلك. وحكى القرطبي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي والفراء وابن عطية رحمهم الله لما بين يديها بين ذنوب القوم، وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى فخر الدين ثلاثة أقوال: أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. الثاني: المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. والثالث: أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده. قال: وهذا قول الحسن رحمه الله. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وقال تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فجعلها عبرة ونكالا لمن في زمانهم، وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال تعالى: وموعظة للمتقين. فعلينا أن نعتبر ونتقي الله. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة رحمهم الله: وموعظة للمتقين بعدهم، فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي رحمهم الله: وموعظة للمتقين، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل. فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. اللهم ارحمنا واغفر لنا وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أعوذ بالله من غضب الله وعذابه. كما قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا. وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. فعلينا أن نعتبر، لا نعمل الحيل ونحلل الحرام. أعوذ بالله من غضب الله وعذاب الله. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله
أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة، أي في أمر مخالف العادة، في خرق العادة لكم في شأن البقرة، وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. مسألة: الإبل تنحر والغنم مذبحها، والغنم تذبح، واختلفوا في البقر، فقيل تذبح وقيل تنحر، والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر رحمه الله: ولا أعلم خلافا صحيحا بين ما ينحر أو نحر ما يذبح، غير أن مالكا رحمه الله كره ذلك، وقد يكره الإنسان ما لا يحرم. وقال أبو عبد الله رحمه الله: اعلم أن النزول قصة البقرة على موسى عليه السلام في أمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة، بسط القصة كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله. حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني رحمهم الله قال: كان رجل من بني إسرائيل أقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا للقتال، وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: علام يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم، أي موسى عليه السلام. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، أعطوني ملء جلدها قيمتها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها، فضربوه ببعضها، ضربوا المقتول ببعض تلك البقرة، فقام أحيى الله ذلك المقتول، فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه. ثم مال ميتا، رجع ميتا، فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد، فكل من قتل لا يرث من المقتول. استعجل وحرم، نعوذ بالله من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة رحمهم الله من نحو من ذلك، والله أعلم. ورواه عبد بن حميد رحمه الله في تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون به. ورواه آدم بن أبي إياس رحمه الله في تفسيره عن أبي جعفر هو الرازي عن هشام بن حسان به. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره رحمه الله: أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال: كان رجل من بني إسرائيل، وكان غنيا ولم يكن له ولد، وكان له قريب وكان وارثه، فقتله ليرثه، ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى عليه السلام فقال له: إن قريبي قتل، وإني إلى أمر عظيم، وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال: فنادى موسى عليه السلام في الناس فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم.
إلا بيّنه لنا. قال: فلم يكن عندهم علم. فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال: أنت نبي الله، فاسأل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه عز وجل فأوحى الله إليه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فعجبوا من ذلك فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة، إنها بقرة لا فارض، يعني لا هرمة ولا بكر، يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك، أي نصف بين البكر والهرمة. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي صاف لونها، تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي لم يذللها العمل، تثير الأرض، يعني وليست بذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يقول ولا تعمل في الحرث، مسلمة، يعني مسلمة من العيوب، لا شيء فيها، يقول لا بياض فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. ولولا أن القوم استثنوا، يعني قالوا إن شاء الله، فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، لما هدوا إليها أبدا. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى وهي القيمة عليهم. فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى عليه السلام فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة، وأنها سألتهم أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم، فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا، واشتروها فذبحوها. فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل، ففعلوا، فرجع إليه روح، أحيى الله القتيل. فأمرهم موسى، نعم، فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله، قال: فلان قتلني. ثم عاد ميتا كما كان، فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه مقتله، فقتله الله على أسوأ عمله، على أسوأ عمله، نعوذ بالله من الخائنين. فقتل الذي قتل والحمد لله. وقال محمد بن جرير رحمه الله: حدثني ابن سعد، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في شأن البقرة: وذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وبنو أخيه ورثته، فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله. وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته؟ وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما، وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين، قيس ما بين القتيل والقريتين، فأيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية. وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه، ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم، فوالله عمنا قتل على باب مدينتكم، فوالله لتغرمون لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا،
ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا، وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام، فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم، وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا، وإنه جبريل عليه السلام جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها. وقال السدي رحمه الله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال وكانت له ابنة وكان له ابن أخ محتاج فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال والله لا أقتلن عمي ولا أخذن ماله ولا أنكحن ابنته ولا أكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قام تجار في بعض أسباط بني إسرائيل فقال يا عمي انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلا فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى أعوذ بالله، ثم رجع إلى أهله فلما أصبح جاء كأنه يطلب دمه كأنه لا يدري أينه فلم يجده فانطلق نحوه فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه فأخذهم وقال قتلتم عمي فأدوا إلي يديته فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي وعماه فرفعهم إلى موسى عليه السلام فقضى عليهم بالدية. فقالوا له يا رسول الله ادع الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة ولكننا نستحي أن نعير به. فذلك حين يقول الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى عليه السلام فشدد الله عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، والفارض الهرمة التي لا تلد والبكر التي لم تلد إلا ولد واحدة، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، قال نقي لونها تسر الناظرين، قال تعجب الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيت فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. قالوا الآن جئت بالحق، فطلبوها فلم يقدروا عليها. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح، فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ ب70,000؟ فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فأخذهم منك ب80,000. فقال الآخر أيقظ أباك وهو لك ب60,000. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ 30,000، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 100,000. فلما أكثر عليه قال والله لا أشتريهم منك بشيء أبدا، وأبى أن يوقظ أباه فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة فأبى، فأعطوه 2 فأبى، فزادوه حتى بلغوا 10 فأبى، فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله
إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمناً. فقال له موسى عليه السلام: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله، أنا أحق بمالي. فقال: صدق. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا، فأبى، فأعطوه له مثل ما أعطوه وزنها، حتى أعطوه وزنها 10 مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها. قال: ضربوه ببعضها. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش ذلك القتيل. فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: اقتله. فأخذ ماله وأنكح ابنته، فأخذ ماله وأنكح ابنته، فأخذوا الغلام فقتلوه.